صبايا. طيب نحن هلا ننتقل، اكيد كلياتكم عندكم صحون زبادي. طيب نحن نحاول، عندنا صحون شفافه، صحون حليبيه، المهم حاولي قدر الامكان انه كل مكان تخصصي بلون، ما تقولي زيادة فزلكة، صدقيني كل ما بترتبي أمور مطبخك بيتك أفكارك بتكون مرتبة، نفسيتك بتكون مرتاحة، وهذا جد بتعكس على طبخك. وقت بتدخلي على مطبخك وهو بيكون نظيف راحتك النفسية الغير أماني، وعن خبرة طويلة الأمد مثل ما بيقولوا. حاولي قدر الإمكان بدون ما تضغطي على نفسك، هي بتصير حالة تعود بصراحة. هي ببداية بجوز تنضغطي نفسيا، بس بالأخير ما رح ترتاحي إذا فنجان قهوة وسخ هو بمجلاكي. حاولي أنت قدر الإمكان. طيب شايفة هون ترتبي الصحون هدول تبعات الحليب، تبعات رز بحليب، هون مثلا مثل الكبار الزبادي تبعات السلطة. هلا ننتقل، انت عندك كل شخص عنده عدة كهرباء، خلينا هون مثلا انا ساوي هاي الخزينة مشان اشفي شي عدة كهرباء وخليها متناول ايدك. يعني انا مثلا هون بشتغل على هالبلاطة، هاي دايما شغلي هون مركز، خلي مثلا الخلاط المكسر فورا افتح الخزينة اخده واشتغل فيه. حاولي انه ترتبي قدر الامكان. هون مثلا طناجر هدول انا بسكب فيهم وبحطهم في البراد بعد ما بطبخ طبختي. طيب صبي عندك هون نفس الشيء، مثلا انا الحليبيات اللي بسكب فيهم لونهم مختلف تبعات الخبز و و الى اخره. طيب حاولي تدخلي شقوفة زرع حلوة تعطيكي خضار، تعطيكي نفسية حلوة. خذي انت شقوفة هيك بسيطة وحطي زرعات فيها كمان تعطيكي نفسية كتير كتير حلوة. في عندك صناديق ببيعوهم، ما ضروري تتقيدي بأنه أنا اللي بجيبه، مو قلت لك هذا ما في شيء، كل شيء يعني مخصص لكل المستويات. أنا هون مثلا اشفي عندك الزيت دايما بشر علب، اشفي عندك زيت سمنة، ها هون بخزنهم. هاي مخصصتها دايما مثلا للمخللات، للمكدوس، لا شيء اسمه زيت. مثلا هون خزني لهدول الصواني، شيء اسمه صواني. هون شيء اسمه طناجر. في عندك هون صناديق، هدول ببيعوا هون بايكيا او بأي مكان تاني، كتير كتير حلوين. مثلا هن اللي بيعطوكي شكل حلو للمطبخ، عطيتي هيك ذوق اكشن للمطبخ، انه كله بواب 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 بواب. فتحات، هالفتحات عبارة عن بوكس، البوكس بتحطي فيه في صناديق من قش من بامبو. هون مثلا عندك المناشف تبعات المطبخ، مثلا هاي تبعت الصفرة. بصراحة أنا النايلون يعني بتجنب قدر الإمكان إنه ما أستعملها، هي الصفرة اللي استعمال يومي وأكلتها، ما بحب منظرة على هذا. بقى اشتروا في نوع جلد أفاء ماش كتير مرتب مثل هاد، طلعي أفاء ماش وهو سميك، مثل كأني غطى طاولة هو بس بنمسح. او اذا ما بدك انت بدك اياه بشكل انه تمسحي، وعفوا انه تستعملي استعمال مره واحده، لك الاختيار الشخصي لك. طبعا هون كمان مثلا هاي تبعت المطبخ اللي بتحطيها، انا كثير بحب الشموع. شوفي مثلا لقلك شغله، هاي انا هي تبعت بيجما، انا ما كبيتها، عندي شموع شاريتها من ايكيا وانا بعشق الشموع، حطيت الشموع فيها وسكرت السحاب وعملتها بهالطريقة وخزنتها هون. طيب عندك موضوع مثلا هون المجلى، دايما أماني حاولي قدر الإمكان إنه يكون نظيف، ويصير إنه شغلك الغسل وشي تاخدي راحتك هون، ودايما امسحيه بخل، اماني امسحيه بخل، الخل كثير طبيعي ومفيد. طيب
انت دائما هون الخزينه اللي جنبك محل ما بتشتغلي اعمليها دائما الكاسات والصحون بالمتناول يدك، لا تعيبوا علي احيانا باخطئ، صدقوني انا عفويه وكله على الهواء، وبعمري ما محيت، والله بعمري ما محيت، سجلت وبحيت. مثلا صحونك اللي دائما بتستعمليهم، الكاسات اللي دائما بتستعمليهم اللي للصمد، هدول البلور هيك اللي شفاف دائما اصمدي اللي بدك اياه. انا ما عندي غير هدول التنتين. حطيت مثلا الصحون اللي بحب اللي خاصين للضيوف، هو بصراحة أنا ما عندي شيء خاص للضيوف، بحب ندلل أدلل عيلتي وأدلل حالي. طيب نحن دايما بنصح كل وحدة عم تأسس مطبخ تعمل خزينة طويلة 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 طول، هاي كتير بتفيدك للتخزين وللترتيب. بصراحة شوفي من كتر ما هي طويلة ما عم تتصور معي من فوق لتحت، مثلا انت الطناجر هدول دايما بتستعمليهم حطيهم تاني رف، البلاستيك اقل شيء حطيهم تحت الشيء، مثلا هدول المعكرونة، الجوز، الفستق، البندق و الى اخره اللي بتستعمليه بشكل مثل تقريبا كيلو كيلو كيلو. هلا انا اشفي زياده قمته هنيك بعلب كبيره، بس اللي دائما تحت ايدي بعملهم بحطهم هون. هدول صدقيني من ارخاص من عند سيتي ميكس ماكس، بستنى العروض انا لانزل، الواحد حقه 7 ريال. لا تقليلي، بتقدري انت من خرجيتك الرجال ما بيهمه هيك امور، صدقيني انا بعرف من جوزي ودائما باكل بهدله بصراحه، بقول له الرتابه والنظافه يعني بصراحة حقها مصاري، في طبعا مصاري هي بمعنى في سعر بخس في سعر غالي هذا، بس أنا قدر الإمكان بكون بشكل وسطي. المهم البن عندك، البرغل، الزعتر كلياته أنا بحاول قدر الإمكان أعمل 6 6 6. أدوات الكهرباء اللي ما كتير بستعملها بحطها فوق، او الحجمة كبير بالاحرى مثل ماكينة الكبة، ما معقول انا كل يوم اعمل كبة، بالشهر مرة بحط سلم بجيب الكبة ماكينة الكبة فوق. طيب نجي شغلة كتير مفيدة مشان الريحة. بصراحة انا بحلب عملت تصميم لسطل الزبالة كان كتير كتير غالي عند سيرو كيتشن. انا هون بصراحه ما بدي احط هالمبلغ ابدا ابدا ابدا، رحت على ايكيا اشتريتها حق 10 ريال يمكن، قلت له لمصمم المطبخ اعمل لي مسمارين هون هاي، مشان دائما انا هون دائما شغلي هون بهالمنطقه برجلي انا بفتحها لهي، وبحط هون دائما زبالتي، وانا اكياس زباله بشتري الكبار بس بالنهايه بحطهم مثلا كل يوم بس هون هذا بجوز انا اغير زبالي مرتين ثلاثه، انا تبعات السوبر ماركت ما بكبهم، حطيتهم هون خزنتهم بطويهم بهالشكل وبخزنهم هون فوق بعضهم. طيب ده انصحك تحطي هون نفتالين، بس حبتين ثلاثه نفتالين دائما حطي بالمجلى ومحل سطحي الزباله. هون نفس الشيء، حطي نفتالين. شايفه انا هون مثلا جوزي دخن سيجارته، كان الكيس ما او ما كلف خاطره بصراحه يكب السيجاره المشعوله، ما بيعرف انه مشعوله وحرق لي سطل الزباله. المهم حطي حب نفتالين مشان الريحه. ما حالك اكيد الكل نظيف والكل متقان، انه حاولي انه دائما نحافظ على الرتابة والنظافة مثل ما قلت لك، مشان تكون نفسيتنا مرتاحة ونطبخ طبخ طيب. أهلا وسهلا فيكي صبية، بنكمل بعدين.